في مدارس الدولة صباح مختلف، عام دراسي بطعم مختلف، وبداية مختلفة بطموح لا حدود له. عام دراسي جديد تهيأت له كل الأسباب ليمثل إضافة إلى رصيد الإمارات في كتاب الحضارة الإنسانية في عالم ينطلق بتصوراته وأفكاره ونهضته وقناعاته من التعليم. عام دراسي جديد مصحوب بكلمات ملهمة من قائد ملهم ملأت أنحاء المدارس اليوم، كلمات تحمل صورة قائد همته خصاله حبه لأبنائه، كلمات وجدت طريقها إلى القلوب والعقول ورسمت في مجملها خارطة طريق تستمد منها الأجيال قوة الإرادة والطموح والثقة بالنفس، وتوسع أمامهم مساحات الحلم يرون فيها ومعها مستقبلهم، وتتضاعف في ظل حروفها عزائمهم وتكبر بها إرادتهم. إنها كلمات كتبها قائد يمثل الإنسان الإماراتي في أبهى صوره وأروع معانيه، قائد يؤمن بأن الاستثمار في تعليم أبناء الوطن هو أغلى استثمار لأنهم الأمل والمستقبل. منذ زمن أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واضحة جلية، رهاننا سيكون في السنوات المقبلة هو الاستثمار في التعليم لتبدأ المسيرة، ويرسخ عيال زايد بصمتهم الحضارية على خارطة العالم، ويحققون مزيدا من طموحاتهم التي لا تحدها حدود، ولتبدأ الإمارات رحلتها في تسخير مختلف أشكال الدعم للانتقال إلى مجتمع المعرفة، وتهيئة الظروف المواتية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها التعليم. أحدث وسائل التعليم والبحث العلمي وأرقى الممارسات التربوية والمناهج الحديثة تبنتها الدولة في مدارسها سعياً لبناء أجيال متمكنة من مهارات العصر. واليوم تبدأ الإمارات العام الدراسي الجديد بعزيمة قوية وطموح لا حدود له، وتحت رعاية قيادة استثنائية تتابع عن كثب خطى التطوير في التعليم وتلامس مستجداته وتثبت للجميع أنها تعمل للمستقبل.